لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الرجاء مستضيفه نادي حسنية أكادير، وذلك في الجولة 28 من البطولة الوطنية الاحترافية، ويحصل فريق الرجاء المركز الثاني ب53 نقطة، وسيكون مطالب بالفوز عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي حسنية أكادير، وذلك للمنافسة على لقب الدوري المغربي هذا الموسم. في المقابل يتواجد نادي حسنية أكادير في المركز 13 ب30 نقطة، ويبحث عن نتيجة الفوز رغم صعوبة المهمة ضد فريق الرجاء الرياضي. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المغربي على أرضية ملعب أدرار بأكادير، وذلك في الجولة 28 من البطولة الوطنية الاحترافية. للإشارة المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على القناة الرياضية المغربية بشكل حصري.